بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله باذن الله هنكون مع بعض في اكتر من محاضره، اولها الاي سي يو سايكوزس اند ديليريوم. انا معاكم الدكتوره اسماء علي محبوب، استاذ مساعد بكليه التمريض جامعه اسيوط قسم تمريض الحالات الحرجه. قبل ما بنبدا المحاضره هنقول ايه هو الاي ال اوز او الانتندد ليرنينج اوبجكتيف المفروض نطلع بيها من المحاضره. لازم اعرف يعني ايه ديليريوم ويعني ايه اي سي يو سايكوزيس، واعرف الكلينيكال مانيفيستاشن او ستايم سيمتومز اوف ديليريوم وتايبس اوف ديليريومز، في اكتر من تايب هنعرفهم في المحاضره، واعرف في اعمل ديفرنشيشن بتوين الديليريوم اند ديمنشيا، لان دول بيبقى كومن وموجودين فكتير من المرضى اللي في الانتنسيف كير، وازاي اعمل ديمونستريت للتريتمنت، وانا ككريتيكال كير نيرس اعمل بريفنشنز ازاي ما اخليش العيان بتاعي يدخل في ديليريوم. انترودكشن، الاي سي يو ديليريوم في ستاديز كتيره بتقول ان اكتر من 62-85% من البيشنز اللي هم في الانتنسيف كير وريسيفد الميكانيكال فنتليتور بيدخلوا في ديليريوم. الديليريوم ليها اكتر من تايبس، هايبو اكتف او هايبر اكتف او ميكسد. معظم المرضى بيبقى هايبو اكتف او نيجاتيف مانيفيستيشن، لذلك احنا ككريتيكال كير نيرس مش بناخد بالنا من المانيفيستن دي. ايه هي الاي سي يو سايكوزيس؟ الاي سي يو سايكوز دي عباره عن ديس اوردرز بتبقى ان ويتش البيشنز ان انتنسيف كير يونت اكسبيرينس انكزايتي، تلاقي العيان بيتحرك كتير وعنده قلق وبيكام بارانويد اللي هو بيبقى عنده شك كتير وخوف في التعامل مع اللي هو البرسونيل او الهيلث كير جيفرز اللي بيبقى موجودين، وطبعا اكترهم اللي هم النيرسز. العيانين ده ممكن هير فويس ما تكونش موجوده يسمع اصوات، او يبقى فيه فيجوال او اوديتوري هالوسينيشنز يبقى عندهم هلاوس سمعيه وبصريه. ممكن العيان ده يبقى اجيتيتد او يبقى ايه حركته كتيره. ايه ديفينيشن اوف ديليريوم؟ الامريكان سايكاتريك اسوشيشن عرفت الديليريوم بانها ريفيرسبل. ريفيرسبل يعني العيان ده ممكن يتحسن ويرجع لمساره الطبيعي، اللي هو ريفيرسبل ديس اوردر اوف كونشسنس اند كوجنيتيف ابيليتيز. يبقى هنا الديس اوردر بيبقى في الليفل اوف كونشس ومين في الكوجنيتيف ابيليتيز، وده بيبقى في وقت قصير من اورز تو دايز وفلكتويتد اوفر تايم. طيب احنا ايه تايبز اوف ديليريوم؟ زي ما احنا قلنا انواع الديليريومز في الهايبر اكتف والهايبو اكتف والميكسد ديليريوم. الهايبر اكتف من اسمها العيان بيبقى حركته كتيره وريستريسنس واجيتيتد وفي رابيد مود تشينجز وفي هالوسينيشن وريفيوزد للكوبريتيف ويز كير. الهايبو اكتف عكسها بيبقى العيان inactive وisolated وسليب، ويبقى الموتور اكتيفيتي بتاعت العيان ده بتبقى قليله جدا وابنورمال دراوزنس بيبقى موجود للعيان بتاعك. الميكسد ديليريوم من اسمها العيان ده بيبقى ميكسد، احيانا بيبقى انكزايتي واجيتيتيف ومود تشينجز رابيد مود تشينجز، وبعد كده تلاقي العيان ده بقى هايبو اكتف وابتدى الحركه بتاعته تقل. ايه الكلينيكال مانيفيستيشنز اللي يجي بها العيان او ستاين والسيمتومز؟ اولها اللي هو ريديوسد الاويرنس اوف انفايرمنت، العيان بيبقى مش عارف اللي هم اللي هو موجود فين والساعه كام والوقت والمكان فين واسمه ايه. فان ابيلت تو ستي فوكس ان توبكس، لا ما بيبقاش مركز معاك تساله عن حاجه معينه او اي توبك ما بيردش عليك. العيان بينج از ديستراكتد اند ان امبورتنت ثينكينج، تلاقيه مش مركز. العيان ده يحصل له ويزدرول ينسحب ويبقى ايزوليتد. في بور ثينكينج سكيلز، الكوجنيتيف امبيرمنت بتاع العيان اللي هو الحاجات اللي تخص ايه الكوجنيتيف ابيليتيز والانتليجنس والذكاء بتاع العيان. البور ميموري، العيان مش مفتكر حتى الريسنت ايفنت او الريسنت سيتويشنز اللي حصلت له. ديس اورينتيشن، بيبقى ديس اورينتيشن زي ما قلنا اهمها البليس والتايم. ديفيكولت سبيكينج اور ريكولينج الوردز، مش قادر يتكلم معاك او يذكر كلمات. اندرستاندينج، مش في مشكله مش فاهم انت بتقول له ايه كمان. وديفيكولت في الريدنج او الرايتنج.
في ال behavior changes زي ما احنا قلنا في انواع ال delirium على حسب ال types بتاع ال delirium. هتلاقي في عيانين هيجيلك ب hallucination زي ما قلنا، وبتبقى hallucination سمعية وبصرية، واحنا شفناها كتير في العيانين، وخاصة ال trauma patient اللي بتعملهم ambulation ويتعملهم اللي هو باترو ويدخلوا في مشاكل كتيرة، ده بيبقى كوما وعرضا اكتر من غيرهم في موضوع ال ICU psychosis وال delirium. ان العيان ده يبقى فيه ريستريسنس واجيتيشن، ممكن العيان ده يبقى كوايت وزدور، يبقى وزدرول احنا قلنا طبقا لمين، للتايب بتاع الديليريوم. لو هايبر اكتف هيبقى انكزايتي وريستريسنس واجيتيشن، لو هايبو اكتف هيبقى وزدرول وايزوليشن. طبعا في ديستربت في السليب هابيتس، مش قادر ينام، عنده سليب ديس اوردرز، واللي هو السليب ووك سايكل بيبقى فيها مشكله، لا عارف الليل من النهار. لذلك في النيرسنج كير والبريفنشن اوف ديليريوم هنركز على شويه حاجات مهمين جدا جدا لازم نعملهم للعيان الكريتيكال ليل واحنا بندي الكير، مهم جدا لما نيجي نوصل لهم ان شاء الله هنركز عليهم. الايموشنال ديستربنسز، ده العيان ده بيبقى انكسايتي وفير وبارانويد، اللي هو بيبقى عنده شك كتير ان انت ممكن تموته، ممكن هتديله علاج غلط. ديبريشن اللي هو العيان بيبقى مكتئب، سادنس، ريتابيليتي وانجر واباسي احيانا، ورابيد ان بريدكتيف مود شيفت، ممكن تلاقيه بيضحك، ممكن تلاقيه بيبكي، ممكن تلاقيه بيصرخ، اللي هو الشيفتنج للمود. بيرسوناليتي تشينجز. في مصطلحين طبيين مهمين خالص لازم نعرف الفرق بينهم، اللي هو الديليريوم اللي احنا قلناه قبل كده هنرجع له طبعا، اول شريحه اللي احنا قلنا عليه بيبقى ريفيرسيبل ديس اوردر في الليفل اوف كونشس وفي مين، تمام، وفي الكوجنيتيف ابيليتيز. لكن الديمنشيا، ده الديمنشيا بيبقى في بروجريسيف ديكلاين اوف ميموري اند اذر ثينكينج سكيلز، ده بيبقى irreversible. يعني ايه؟ يعني ما بيرجعش العيال للوضع الطبيعي. لذلك في اخر الديفينيشن بيقول لك بيبقى كوما في مرضى مين، الالزهايمر ديزيز، يبقى الديمنشيا دي بروجريسيف ديكلاين اوف ميموري اند اذر ثينكينج سكيلز ديو تو جرادوال ديسفانكشن اند لوس اوف برين سيلز. لوس اوف برين سيلز ده اللي قلنا irreversible، عشان لو جالك الفرق ما بين الاتنين هنقولهم بعد كده، لازم تبقى عارف الفرق ما بين الديمنشيا وما بين ايه، الديليري. طيب احنا الديفرنس بينهم هنركز على ثلاث نقاط مهمين، والنقطة الرابعة اللي احنا قلنا ريفيرسابل وريفيرسابل واحنا بنشرح. فعندي التوبكس الاساسيين الانست والاتنشن والفلكتويشن. طيب في الانست اللي هو الديليريوم احنا قلنا بتحصل في شورت تايم، بيبقى من اورز لديز، والعيان ده بيبقى ايه، بيتحسن. لكن في الديمنشيا بيبقى ايه، بياخد وقت ايه، وقت اطول. الاتنشن الابيليتي تو ستي فوكس اون اور ممتين الاتنشن از سيجنيفيكانت امبيرد وذ مين وذ ديليريوم، هتلاقي في الديليريوم بتسوق ولكن بعد كده العيان بيتحسن وبيرجع لطبيعته. لكن في العيان الديمنشيا الاتنشن بيبقى ايه، لوست بس على فتره طويله، لكن في الاول يعني العيان ما بيفقدش الليفل اوف كونشس بتاعه والكوجنيتيف ابيليتيز في فتره قليله زي الديليريوم. الفلكتويشن اللي هو الابيرنس اوف ديليريوم سيستم كان فلكتويتد سيجنيفيكانت، يعني العيان بيتقلب موده وبيحصل المود اكستشين، لكن في الديمنشيا بيبقى كونستانت فترة أقل. الكوزس اوف ديليريوم، ايه اللي يخلي العيان بتاعي يدخل في ديليريوم؟ في طبعا مالتي فاكتورز كتيرة خالص، احنا قلنا اللي هما الديزيز السيفير إلنس، طبعا كريتيكال إلنس مفيش اصعب من المريض اللي بيبقى في الانتنسيف كير. يبقى في بعض الميديكيشنز والدراج انتوكسيكيشن، في الالكحول، في بعض الميتابوليك امبالانس زي اللي هو الهايبوناتريميا او لما يقل الصوديوم او الهايبوكاليميا، التيرمينال ديزيزز في بعض العيانين اللي هم في التيرمينال ستيج، والفيفر والاكيوت انفكشن، وخاصة في بعض الناس اللي هم ويك اللي هم التشيلدرن او الكانسر بيشن، يوري تراكت انفكشن ونمونيا، وبعض الديزيز اللي هي بتعمل مالتي نيوتريشن اور ديهايدريشن،
العيانين اللي هم عندهم sleep disorders نتيجة ان هم مش المريض لما بيبقى في الانتنسيف كير بيبقى طبعا احنا عارفين كل الديزاين بتاع الانتنسيف كير بيبقى في سيكتورز، والسيكتورز فيه اكتر من مريض. طبعا معظم اليوم بيبقى الكهرباء او اللايتنج بيبقى موجود، لذلك برضو في الكير هنقول المفروض في النهار النور يبقى موجود وبالليل لا يبقى فيه داركنس عشان العيان يميز ما بين الليل وما بين النهار. في اللي هو البين طبعا والسيرجري، في دي من الحاجات اللي ممكن تدخل العيان في ديليريوم. طيب بعض الميديكيشن زي البين دراجز والانكزايتي والديبريشن دراجز والالرجيك ميديكيشن والباركنسونزم ديزيز دراجز. طب ايه الريسك فاكتورز اوف ديليريوم؟ في البرين ديس اوردرز زي الديمنشيا والستروك والباركنسونزم، دول اللي هم الخرف او جلطات المخ. العيان ده ممكن يكون اتعرض لقبل كده لديليريوم، هيبقى عرضه انه يدخل فيها تاني. الفيجوال والهيرنج امبيرمنت، لو شخص عنده مشاكل في السمع او في البصر هيبقى عرضه للديليريوم من غيره، لذلك الناس دي هي اللي هركز عليها كمان. يعني احنا العيانين العاديين اللي هم في الانتنسيف ودول هيبقى فوكست اكتر، لما يكون عيان حاطط سماعه في ودانه ولابس نظاره ده كمان هيخلي حضرتك تعمل مجهود اكبر انك انت تبقى كونتاكت بيه وتعمل له اكسبلين للبروسيجرز والحاجات اللي انت بتعملها عشان ما يدخلش من اي سيو سايكوزيس. التريتمنت العيان ده في نان فارماكولوجيكال، وده مهم ومهم للغايه، وده دورنا احنا ككريتيكال كير نيرسينج. وفي اللي هو الفارماكولوجيكال استراتيجيز او ميديكيشنز طبعا بنديها ايه للعيان، وكمان بنعمل كوركشن لمين للكوز. لو في مشكله ميتابوليك ديس اوردرز زي ما احنا الهايبوناتريمي او الهايبركاليميا لازم ناخد بالنا ايه منها. فالنرف فارماكولوجيكال ايه للموبيلايزيشن اكتيفيتيز، في بعض الصور لو دخلت على جوجل وشفت الميكانيكال العياني كنت اكتب الميكانيكال فنتليتر وانتوبيتد وحاطينهم على تشير على كرسي عشان يحرك طراطيف رجليه او صابع. كل ما كان العيان بارتيسيبيت للكير معاه كل ما كان العيان هيبقى حاله افضل. زمان كنا بيفتكر ان النيرسنج كير وان ان ان, إن, إن النيرس تبقى تدي كل الكير للعيان ده العيان هيبقى مبسوط، لا بالعكس، كل ما كان العيان ديبندنت على نفسه كل ما العيان هيتحسن وهيبقى افضل. عندك اللي هو الرينج اوف موشن اكسرسايز والتايم ريموفال اوف كاثيتر والفيزيكال ريسترين، ان بعض الوقت اشيل اللي هو الريسترين اللي في ايديه وفي رجليه بحيث ان العيان ده يبتدي يتحرك ويحس بنفسه، عشان اقلل المشاكل اللي هي بتبقى موجوده، النويز اللي بيعمل او الضوضاء اللي بتبقى في الانتنسيف او من الاصوات، او لو كان مريض مثلا بيتعمل له سي بي ار او مريض اتوفى او الكلام ده. لازم العيانين اللي هم موجودين واورينتد في الانتنسيف لازم احط لهم هيرنج ايدز اللي هو اير بلج، اللي هو بنحطهم سدادات ودان او نحط لهم قطن بحيث ان هم ما يسمعوش كل الاصوات، اصوات الماشين والالارم بتاع الفنتليتورز، كل الحاجات دي بتعمل انكزايتي للعيان وتدخله في ديليريوم. يبقى النيرسنج كير مهمه جدا جدا، اهمهم ان انت تعمل اكسبلين للبروسيجر للعيان، كون انك تقول للعيان حتى لو العيان ده سيدتيف ان انا هقلبك على الناحيه اليمين او هقلبك على الناحيه الشمال، انا هعمل لك تشفيط للافرازات او السكشن بحيث ان العيان ده يبقى عارف، لان ده بين في البروسيجرز لازم العيان تعمل له اكسبلين للبروسيجر للعيان. اخر حاسه بيفقدها اللي هي الهيرنج، العيان بيبقى سامع كل حاجه حواليه، فالمفترض ان انت بتعمل اكسبلين لكل البروسيجر قبل ما تعملها للعيان. العيان ده بيبقى فيه اي جلاس نحط نظارة شمس او اي كفرنج بحيث ان الاضاءة لو مضطر يبقى في السيكتور كله يكون فيه اضاءة، عشان بنعمل مونيتورنج للعيانين اللي حواليه. لازم العيان الاورينتد ده نهتم بيه اكتر ونقلل الاستيميوليشن اللي هي موجودة. الفارماكولوجيكال استراتيجيز، اول حاجه هنشوف الريسك فاكتورز ونعالجها ونعمل كوركشن زي ما قلنا لمين، للهايبوجلايسيميا والهايبركابنيا والهايبوكسيا والشك، نعمل كوركشن لللايف ثريتنينج ديزيزز عشان العيان ده ايه يتحسن. الميديكيشن اللي كومن اللي هو الهالبرودرول، ده اكتر ميديكيشن بيتعطل للعيانين اللي هم عندهم ديليري.
النيرسنج رول تو بريفنت الديليريوم، ان انا التارجت بتاعي زي ما قلنا ان انا ايه اشوف الريسك فاكتورز واعالجها. الحاجه التانية قلنا اللي هو الانفيزيف بروسيجر، لازم قبل ما اسحب ارتيريال سامبل اعمل اكسبلين للبروسيجر، اعمل لود للنويز، اقلل اي حاجه بتعمل نويز وتعمل ضوضاء في العنايه اقللها، بورل الاضاءه برضو اقللها، كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها لازم اخد بالي ايه منها. شكرا.